النهارده اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه انه في عدد من المخالفات اللي بدا فعلا تحريرها من بدايه الاوكازيون الصيفي الاثنين الماضي، وحتى الان بلغت 126 مخالفه. الوزير قال انه المخالفات دي تضمنت عروض اوكازيون وهمي واستخدمت لغه اجنبيه في الاعلان. طالب المواطنين بضروره الحصول على الفاتوره وهم بيشتروا، وقال لازم الفاتوره يبقى فيها ثمن السلع قبل التخفيض وبعد التخفيض، نوع السلعة، تاريخ الشراء، علشان المواطن يقدر يستبدلها أو يرجعها خلال 14 يوم حسب قانون حماية المستهلك. طبعا يعني أنا ما سمعتش عن موضوع زي ده في مصر، يعني أنت ما بتشتري حاجة مهما كان فيها إيه ومشاكل ما بتعرفش ولا ترجع ولا تاخد فلوسك، ويعني إيه بقى اضرب راسك في الحيط. أتمنى فعلا قانون حماية المستهلك يبقى فعال ويبقى فيه عقوبات حازمة ورادعة، وأتمنى أنه الناس تبقى عارفة أن هي كمستهلك عندهم قانون لحمايتهم من جشع بعض التجار. طيب تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. منذ 3 أيام انطلق الأوكازيون الصيفي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسب تخفيضات من 5 وحتى 50% لتنشيط السوق وتشجيع حركة التجارة الداخلية، الأمر الذي يراه مواطنون فرصة جيدة لتلبية احتياجاتهم بأقل الأسعار. متعود بشتري دايما في الأوكازيون، ولازم بكون باصص الأسعار قبل الأوكازيون وبعد الأوكازيون. مع ارتفاع الأسعار كل الناس، معظم الناس بتستنى السيل عشان تشتري الحاجات اللي هي عايزاها، لأن الواحد بيبقى مركز على حاجة معينة وماركات معينة فبتبقى أسعارها مرتفعة بنستنى. مصر كلها بتستنى السيل عشان تنزل تشتري، بصراحة مش أنا بس. بشتريش غير في السيل عادة إلا للضرورة القصوى، بس أنا نازل النهاردة ناوي أشتري إن شاء الله. وتوقعت وزارة التموين أن يشارك في الأوكازيون نحو 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بشرط أن تكون السلع مطابقة للمواصفات، في الوقت الذي يرى بعض التجار أن الإقبال لم يصل بعد إلى الحد المتوقع. أنا شايف أن الناس عاملة اللي عليها أكتر شوية، بس شايف أن في ركود. طالما في أوكازيون لازم يبقى في إقبال على الشراء، وطبعا اوكازيونات حقيقيه، فلازم بالتالي لازم تلاقي الزبون بيجي في اساسا كده ولا كده، برضو وقت السيل الزبون بيستنى، فبالتالي لازم تلاقي في رواق شويه. اما الاسعار بتقل ممكن المشتري ياخد كميه كبيره كمان من الحاجه اللي هو عاوزها. 40% لما يبقى في اوكازيون بتزيد نسبة البيع بالنسبة للأوكازيون يعني. وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدلات التضخم في شهر يوليو بنحو 8.3% مقارنة بالعام الماضي. ما بين غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم من جهة وسد احتياجات الأسر من جهة أخرى، يقف المواطن مكتوف اليد أمام ذلك منتظراً أي تخفيض يتناسب مع راتبه الذي يسد بالكاد احتياجاته. كريم مسعد، البيت بيتك.